اهلا بكم اخوان اخوات، قناتكم غير اش نيوز. اخوكم يوسف، نحييكم هنا من المغرب كما تبعتم معايا. عيد مبارك سعيد، تخرجوا بالصحه والسلامه وبالنجاح والتوفيق وطول العمر. الله متقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. الاخوه الاخوات اللي تبعني، تمشوا تخطيط عطله سبيسيال في هذه السيمانه باش نجي للمغرب ونعيش اجواء رمضان، بخصوص اخر ايام رمضان 27 والعيد طبيعة الحال. فجيت غير باش نبارك لكم العيد ونتمنى لكم التوفيق ونهاية أسبوع موفقة. فخليكم مع بعض اللقطات ديال المصلى والأجواء ديال تحياتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله وتسبيح. اسم الله الجميل هو الذي يصل الصائم بالملأ الأعلى، فما علاقة هذا الاسم بما يمارسه المؤمن من عبادة؟ أن يهبك الله التوفيق أيها الأخ الكريم، أن يهبك الله التوفيق في رمضان هو أن تتبعه ستا من شوال، وأن تستثمر عيده في مكارم الأخلاق فتسامح وتغفر وتصل. أن يهبك الله التوفيق في رمضان أن يأتي رمضان القادم ويجد فيك رائحة من رمضان الماضي، عبادة ألفتها، صدقة تصدقت بها وواظبت عليها ودامت معك حتى استقبلت بها رمضان الآتي. هذا جمل الله رمضانه وأخذ حظه. يا روح عندي من جديد، يكون جيني ويرتاح.